يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول: أهل البادية عندنا في خارج المملكة يصلون العيد والاستسقاء جماعة، وكذلك يجتمعون يوم الجمعة فيقوم أحدهم بالوعظ أو يستمعون إلى شريط فيه موعظة، ثم يصلون صلاة الظهر 4 ركعات، أعني في ذلك يوم الجمعة، فما حكم هذه الأعمال؟ وهل ننكر عليهم فعلهم؟ البوادي ليس عليها جمعة ولا عيد، كانت البوادي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة، ولم يأمرهم بإقامة الجمعة ولم يأمرهم بإقامة صلاة العيد، إنما هذا في الأمصار، في القرى، في المدن، في محل الاستقرار. أما البادية التي تتنقل في البر فليس عليها جمعة وليس عليها عيد، أما أنهم يستمعون الشريط ليستفيدوا منه ولا يصلون جمعة، وإنما يستمعون الشريط المفيد، فلا مانع من ذلك، هذا طيب. ويصلون الظهر 4 ركعات، هذا طيب. نعم.